مخلوقات مجهرية ميكروسكوبية، سنتيمتر مربع واحد قد يتسع لمليون منها، طاعون وكوليرا وإنفلونزا بأنواعها ومؤخرا كورونا، حصدت في 4 قرون من الضحايا ما يفوق حصاد الحربين العالميتين وحروب أخرى. عام 1720 ضرب مدينة مرسيليا الفرنسية الطاعون العظيم، قتل في أيام 100,000 شخص، وبعده بمئة عام بالتمام والكمال، وتحديدا عام 1820 كانت الكوليرا تحصد أرواح البشر في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، وحصد الوباء أيضا 100,000 وأكثر. مئة سنة أخرى، وفي عام 1920 كان العالم على موعد مع النمط الشرير من الإنفلونزا، الإنفلونزا الإسبانية التي كانت كارثة بشرية. ضحاياها تجاوزوا 100 مليون وسط عجز عن إيقافها. وفي عام 2020 أي اليوم وأنت تتابع هذا التقرير، يعيش العالم كابوس كورونا الذي يحمل نمطا متطور، ضرب أكبر مجتمعات الأرض، عزل مقاطعات بحجم دول كبيرة. 1720، 1820، 1920، و2020. رقم 20 من كل قرن كان يحمل كارثة فيروسية.